السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفنا يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو متنسوش دعمونا بلايك. النهاردة هنعمل إثبات سحب جديد للموقع الاستثماري اللي كل يوم بقينا نعمل له فيديو من مصداقيته. زي ما انتم شايفين عندي 55 روبل وساحب لحد الآن 1050 روبل، مستثمر 200 روبل. هنخش على السحب وهناخد الرقم ده كده كوبي، وهنحدد بنك الباير اللي احنا شغالين عليه وهنعمل نسخ. وهنخش على بنك الباير هيلاقي عندنا 478 روبل، وهنعمل طلب سحب. زي ما انتم شايفين السحب تم، هنترجم باللغة العربية اهو. هنخش على الحساب هنلاقي الحساب اتصفر وادي السحب وصل اهو، 55 دي مسحبش كسور. هنخش كده على البنك هنعمل ريفرش بقى 533، واخر سحب جالي اهو 54 روبل 48 سنت. وبكده الموقع لحد الآن صادق، والناس اللي شغالة عليه زي ما هي تمام، مفيش أي مشاكل. وبكده يكون تانا في الشرح. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا بلايك، والناس الجداد معانا شاركوه في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلهم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.